تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار بدنه في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده سجلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا قلبٍ سرورك بحبيبٍ عملنا نوالا جل بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة